الموسم الحالي فاركو موجود في مؤخرة الجدول، النتائج مش أفضل شيء. إيه السبب تذبذب النتائج؟ بس خليني أقول لك في الأول برضو كمنظومة فاركو، فأنا واحد من الناس بعتبرها منظومة ناجحة. أنا عشت مع النادي تقريبا، يعني هم اشتروني لما أنا كنت في الدرجة الثالثة وصعد ممتاز به، فأنا رحت معاهم، فأنا حضرت في الغالب مثلا إيه كل الأجيال اللي دخلت النادي، وكل كل حركة أو كل خطوة كان النادي بياخدها. فهو النادي من أول يوم اتوجد فهو حاطط هدف اللي هو يوصل دوري ممتاز، وصوله دوري ممتاز فده نجاح للمنظومة ذات نفسها، بداية طبعا من مستر عز وكل الناس في مجلس الإدارة ومستر جون والإداريين بالجهاز الطبي بكابتن عاطف. هي منظومة ناجحة، منظومة ناجحة من أول يوم يعني اتولدت فيه. النقطة التانية، أنت بتقولي إن وجودنا في الجدول في المركز ده، يعني بص يعني أنا شايف إن وجودنا في المركز ده مش هيطول، إحنا هنطلع من المركز ده يعني نتجمع تاني وهيبقى ساعتها في مركز كويس وهقعد معاك نفس القعدة إن شاء الله. فوجودنا في المركز ده بس ممكن ظروف معينة مرينا بيها. هو ايه السبب يعني؟ انت شايف السبب ايه يعني؟ هو برضه الفرقه في اكتر مدير فني اتغير، او بسبب ان مفيش تدعيمات، ولا ايه اللي حصل؟ هو اكيد تغيير من تغييرات المدير الفني اكيد، يعني انت مثلا لما بيبقى معاك مدير فني خلاص اتعودت على سيستم لعب بعد كده يتغير. بس خلينا برضه نرجع للنقطة اللي هي ايه، هو عدم توفيق. احنا بنعمل ماتشات كويسة جدا 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 بس غير موفقين. احنا قعدنا فترة يعني كان ممكن الجوان اللي بتيجي فينا هي احنا اللي بنحطها بنفسنا يعني. ازاي بقى ما تعرفش يعني، واحد رفع كورة في مثلا حد كاشلها قلشت، هو مش عايز يقلش، هو مش عايز يحط الكورة فينا، بس هي خلاص هي حظه كده. زي ما ممكن انت مثلا تاخد ماتشات وانت مش ليدر فيها، انت مش كويس فيها اصلا، بس تعبت شويه اجتهدت ربنا وفقك خلص خدت الماتش.